الحادثة بتاعت الإسماعيلية حصل نقاش مجتمعي كبير جدا والناس بقت تحكي وتتكلم وتحكي وتقول لك أصل مش عارفة تصالحه. مش موضوعنا دلوقتي هم تصالحوا ولا ما تصالحوش ولا كملوا ولا ما كملوش، يعني ربنا يتولاها برحمته ويعني ينجدها بقى منه لو اتعصب عليها بعد كده، لأنه اللي حصل في الشارع ده محدش يقبل بيه خالص، إنه الست بفستان فرحها تتسحل وهي لسه على البر في الشارع قدام أمة لا إله إلا الله، ده شيء يعني لا يصدقه عقل وغير مقبول اصلا، ومش المفروض انه يعدي كده او يمر مرور الكرام. ما علينا، المهم يعني كم من الناس اللي اتكلمت في الموضوع وخدت ودت فيه كتير، فدخلت على كانت يعني زي فيديو ليا كده على صفحتي قديم من سنتين على برضو انه ما تسمحيش لحد يهينك، وما تسمحيش لحد لجوزك مش لحد لجوزك انه يهينك، جوزك اللي يحترمك تشيليه على راسك من فوق، الزوج اللي بيهين اللي بيضرب اللي بيبهدل اللي كده لا تقفي، لازم تقفي وتوقفي عند حده. فدخل ناس كتير وانتوا بتخربوا البيوت ما بتخربوا، المهم يعني رجعت لهذه المقدمة فقعدت يعني نشرها على صفحتي لانه بقول نفس الكلام اللي بنقول يعني اللي بنقوله طول عمرنا، وفوجئنا انه في ناس بتقول لك لا عادي يعني ما هم طالما اتصالحوا خلاص ما حدش له انه يتدخل. فلقيت رد من يعني احدى المعلقات يعني اللي بتعلق عندي، وهي يعني ايه يعني رد هي متخيله انه ده رد من منطلق ديني ومن منطلق طاعة لله ورسوله للزوج وكده. فكتب إيه؟ يا أستاذة دعاء، الجواز ستر للبنت وعفة للرجل، والزوجة الأصيلة تستحمل جوزها وأجرها على الله، صبرها على أذاه ودعائها له بالهداية أحسن ما يكون، أحسن ما يكون المطلقات بالألاف، وأحسن ما تعمل علاقة محرمة. يعني هي بتقول ايه احسن ما يكون المطلقات بالالاف واحسن ما تعمل علاقه محرمه، يعني هي الست بالنسبه لها لو اتطلقت هتعمل علاقه محرمه، وانه في حاجه اسمها اصلاح ذات البين. انا يعني انا خدت التعليق زي اللطش كده على وشي، فانا سالتها هو ليه جوزها يأذيها من اصله، يعني ليه يا جماعه ليه جوزها يأذيها من اصله عشان هي تضطر تصبر على الاذى، المفروض ان هو يسترها ويحميها ويحافظ عليها زي ما ربنا سبحانه وتعالى طلب منه. وبعدين كتبت لهم ليه كده يا جماعه، ليه فاهمين الدنيا والدين غلط، مين اللي فهمكم الفهم الغلط ده، مين اللي اجبركم على التفريط في حقوقكم بالشكل ده، يعني ومين قال ان هي تبقى كده اصيله. احنا على فكره عملنا قبل كده حلقات عن الست الاصيله، مش دي خالص، انتوا فاهمينها غلط، انتوا فاهمين الاصل غلط. يعني مين اللي قال ان الاصيله هي اللي تستحمل الاذى؟ مين قال؟ الاصيله هي اللي تشيل جوزها في مرضه، الاصيله هي اللي تصوم بيتها وتحفظ اسرار بيتها، الاصيله هي اللي تربي ولادها احسن تربيه، دي الاصيله. انما مين قال ان الاصيله هي اللي تاخد بكسف وشها وتتسحل في الارض وتسكت؟ مين اللي فاهمكم التعريف الغلط ده؟ وكتبت لها يا جماعه ده تعريف مريض، ده تعريف مريض، ده هيمرض المجتمع، هيمرض الست ويمرض عيالها، هيمرض المجتمع، هيبقى مجتمع مريض. وهو فعلا وصلنا ان احنا في مرض غريب متفشي، انا مش فاهمه. طيب احنا عشان نعالج المطلقات اللي بالالاف نقول لها استحملي الاذى، ولا نقول لجوزها بطل اذى؟ يعني الف ب، يعني احنا نوجه ايه الرساله؟ يقول لك انتوا بتخربوا البيوت، لا حول ولا قوه الا خراب بيوت ايه حضرتك يا بيه، يا بيه انا بقول لحضرتك ما تاذيش الست المحترمه اللي انت جايبها مصانه من بيت ابوها، ما تاذيهاش، ده كده خراب انك تاذيها، ده يعني ده ايه، ده الصح يعني؟ وفكره ايه يا جماعه؟ اصلاح ذات البين، اصلاح ذات البين يكون بوقف الذل والضرب والاذى، ده اصلاح ذات البين. مين قال ان اصلاح ذات البين انه يفضل يضرب وهي تستحمل؟ انتوا يا جماعه بتقولوا كلام غلط خالص، انا مش فاهمه يعني فكره انكم تعلموا ان الست تفضل مذلوله ده جبتوه منين؟ يعني اللي يفضل يعلم الست ويفضل يدفعها انها تفضل مذلوله ده له حساب عسير والله،
ده حسابه عسير عند ربنا سبحانه وتعالى. مروه الصعيدي، ازيك يا مروه؟ انا اسفه ان انا طولت، لا لا كان خالص. لازم افنط الفكر الغريب اللي فجأة دخل علينا. لا مش فجأة والله يا دعاء، ده من آلاف السنين واتزرع في عقول كتيرة جدا جدا لا، جدا من آلاف جدا. السنين ما كانش موجود، وجدودنا ما كانوش كده. ايوه كويس جدودنا انك ما قلتي، كانوش كده، كانوا ستات جدودنا ما كانوش كده. والستات اللي كانت قاعدة في البيت ما كانتش كده. تعالي بقى نكمل على الكلام ده. ولا اهل الصعيد، وانا هو اسمي مروه الصعيدي ومن الصعيد وجوزي من الصعيد ولحد دلوقتي اهله عايشين هناك، ما بيضربوش زوجاتهم.